السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع حضراتكم سمير عبد الغني، معلم التجويد ومدرب المقامات الصوتية، وحلقة يعني جميلة إن شاء الله عز وجل، أرجو أن تنال إعجابكم. أفضل تمارين لإطالة النفس اللي هو البريثينج. للأسف يعني إحنا الناس بتقول، بتفرج على فيديوهات إطالة نفس كتير، وبرضه النفس زي ما هو قليل يا سيدنا، مش عارف. طبعا انا بتكلم على اطاله النفس ان جنرال بصفه عامه، سواء كنت مؤدي او مغني او قارئ او خطيب، لا غنى على ان يكون نفس طويل. ليه؟ لما يكون النفس طويل، اول حاجه بتتمكن ان انت الكلام بتاعك من بدايته لنهايته اخد وضعه السليم واخد قفلته السليمه، ما تكون الرئتين مليانة بالهواء وزيادة وزيادة. طيب، أول هام لابد أنك تكون عارف ما هي الطريقة الصحيحة أن أنا أتنفس منها. بتنفس إزاي؟ كيف يمكن أن أتنفس؟ الهواء بيدخل من الفم ولا الأنف؟ طب لما بيدخل الفم أو بيدخل من الأنف، بحمله على الرئتين ولا في البطن؟ دي أسئلة مهمة جدا، لازم تكون كراجل مؤدي عارفها بتعمل إزاي. طبعا العلم ده علم موجود في الكتب الأجنبية قبل الكتب العربية، وما غنى لا غنى عنه إنه يكون مغني بيؤدي هذه التمارين، أي مغني أو أي مؤدي. أنا بتكلم بس يعني إيه بصفة عامة. الطريقة الصحيحة إنك تاخد الهواء هي من الأنف، الأنف مش من الفم، ليس الفم. ليه؟ لأسباب كثيرة. أولا الهواء اللي احنا المحيط بنا فيه أتربة وفيه عوادم، كل الحاجات دي لما بتأخذها من الفم انت بتجرح حنجرتك، لأن الحنجرة عبارة عن حبال، الأحبال الصوتية، هما حبلين صوتيين بس، وحبلين صوتيين السمك بتاعهم أقل من الشعراية، والطول بتاعهم يعني انت بتتكلم بالملي، 17 ملي ل 22 ملي، حاجات يعني لا تذكر. فلابد انك تكون عارف الحماية، افضل حماية بتاعتهم هنتكلم بعدين، ولكن انا بركز بس على موضوع النفس. يبقى انا محتاج اخد الهواء من الانف وليس من الفم. الانف فيها فلتر رباني، فاهمني؟ طيب لما باخد من الانف الهواء هيتحمل فين؟ هتحط فين؟ في الرئتين ولا في البطن؟ انا عايز بس اقوم اقف عشان بس ايه اوضح لكم المعذره، بس معذره. بصوا يا اخوانا، بصوا يا اخوانا، خليكم معايا. انا الهواء من الانف هامله البطن، مش الصدر. ركز معايا، ركز معايا يا استاذ محمد، استاذ منصور، استاذ اسلام، حبايبنا، الكلام ده مهم جدا. شايف من الانف اهو، مين اللي بيتحرك بقى؟ شوف شوف، بص انا، شوف انا قلع اهو، بص البطن اهي، بطن اهي، شوف شوف كده، مش فوق. الناس بتاخد الهواء، تعال كده بص كانه شبيح. لا ده مش الهواء، الهواء لما بيدخل يا اخوانا بيدخل في البطن، ان هو يور بيلي، اسمها بالانجليزي بيلي. فهحط ده كده اهو بقى عشان اعرف اذا كان الهواء دخل سليم ولا ما دخلش. بضغط لهو بوش، بضغط لورا، شوف بيطلع ازاي. عايز اجيب بالجنب تكون بس مش شايفه، لورا واخد لي بالك. شفت الطريقه الصحيحه يا استاذ محمد، استاذ عبده، استاذ اسلام، استاذ الناس حبايبنا دول، يا ابله يا مدام يا نسا يا مظمزيل، مش هنا. ما تقعدش تطلع وتنفخ في الرئتين، غلط. البطن اهم حاجه، البطن هي اللي بتاخد الهواء عليها. فروم يور نويز تو يور بيلي، بيلي بي اي ال اللي هو لها البطن، مش التشيست خالص، ده الصف اللي اسمه التشيست. حلو الكلام. هتاخد النفس وتدخل بايدك لبطنك ورا، لما يطلع يطلع تاني. حلو الكلام.
دي الطريقة الصحيحة. يبقى الناس، يبقى إذن يا أستاذنا لو أنت ما بتعملش كده يبقى أنت طول حياتك بتتنفس غلط، صدقني والله بتتنفس غلط. الصدر اللي يقعد يطلع وينزل غلط، البطن هي اللي تطلع وتنزل يا إخوانا. أه والله مش عارف، أنا حاسس إن أنا قلبت على حازم الشومان يا إخوانا. خلاص. طب التمارين بقى، التمارين بقى لإطالة النفس تقدر تعتبر ان التمارين دي تاخدها مني كده روشته يوميه، روشته يوميه يعني ايه؟ تطبق اثناء الليل واطراف النهار. يطلع واحد كده زي الزلوط، زي الزلوط يقول لي كم دلوقتي قد ايه، من الاسئله اللي تخلي الواحد يشد في خلجاته، يشد في خلجاته. يا عم اللي تقدر عليه، عايز ربنا مديك قوة ووقت فاضي انك تعملهم ساعة، اعمل يا عم ساعة على قدك، اعمل ربع ساعة، اعمل 5 دقايق بس، اعمل العمل لما يكون قليل وكتير اكتر ما يكون وقته كتير وقليل. انا ممكن اقعد اعمل تمارين ساعة اجي تاني يوم انخ اتعب، وممكن اعمل ربع ساعة اجي تاني يوم برضه ربع ساعة، هاجي بعديه بعد بعديه ربع ساعة. فالبراكتسينج او الممارسه اتس ذا امبورتنت ثينج، ده اهم شيء عندي. اول تمرين هتاخد الهواء من الانف، من الانف، خلي بالك استاذ محمد عايزك تشفط كل الهواء اللي في الاوضه، تاخده كله وتقوم كاتم بقى، ومعاك الستوب ووتش بقى، وتقعد ايه تحسب لنفسك بقى. فاول مره من عند ربنا لو انت عديت على 22 ثانيه، لو عديت ال 22 ثانية برافو عليك والله ممتاز، لأنك بعد كده هتعدي ال 40 وهتعدي ال 50 وهتعدي ال 60 اللي هي الدقيقة، وهتعدي دقيقة ونص. خدت الهواء بعد مثلا 50 ثانية بيطلع الهواء. طب ايه بقى بيطلع؟ أهم حاجة طريقة الخروج. الكتب بتقول لك تخرجه من الفم دفعة واحدة. انت اخدت الهواء حملته على بطنك مش صدرك استاذ محمد، بيطلع كده يا استاذ محمد بعد ما كتمت خالص دفعة واحدة، وان بوش. طبعا ما تزعلش مني، ليس بأدائك هذه التمارين انك تكون محترف وخلاص، لا، لابد ان يكون في مدرب. انا هعرف منين انت عملت التمرين ده صح؟ انا بقدم ماده علميه والله يا اخوانا، والله على ما اقول شهيد. الناس اللي بتاخد عندي دوره نفس الكلام ده بيتقال لهم كوبو بيست، بس ايه المغزى؟ المغزى ان يكون في انا قدامي حاله بدرسها، انا كمدرب ابدا من حيث انتهى الاخرون، ببقى عارف الشخص ده ايه عيوبه وانا ابدا اصلحها له. بس انت بتشاهدني انا هعرف منين؟ انا بديك ماده علميه وخلاص. التمرين الثاني خروج الهواء على اكتر من دفعه بعد ما كتمت بقى دقيقه دقيقتين. طب واحد يقول لي طب ايه المغزى يعني دفعه مره دفعتين تكتمه؟ لا يا حبيبي، الفايده كبيره جدا. انا بعمل عمليه استفزاز، بستفز نفسي ان الهواء ما يخرجش الا في الوقت اللي انا عايزه وبالديناميك اللي انا عايزه. عارف لما يكون معاك بالونه ومليتها وقاعد تفس فيها، سوري في اللفظ يعني، فاهمني؟ طيب ده التمرين الثاني. الثالث بقى تاخد برضو كميه الهواء من الانف. خروج الهواء انا بركز على طريقه خروج الهواء من بين الثنايا العليا، لحد ما تنتهي خالص. التمرين الرابع، وانا افضل هذا التمرين على الاطلاق، ليه بقى؟ على طول بحب اعمله وانا رايح اي حته، هو سهل. وانت رايح تصلي، وانت رايح السوبر ماركت، وانت رايح المسجد، بتاخد هواء وتكتمه وتفضل ماشي بقى مع نفسك بقى، تفضل ماشي وانا كاتم الهواء. اول ما احس ان خلاص الرئتين هينفجروا، قالوا الدكاترة قالوا ان التمرين ده كأنك بتعمل ريفريشمنت للجسم. عارف لما يكون جهاز الكمبيوتر بتاعك مهنك بتعمل له ايه؟ بتشيل الفيشة وتفتحها تاني، او بتعمل له ريستارت يعني بلغة اهل اللغة يعني ريستارتك، اهو عملية البتاع دي
تعمل ريفريشمنت للجهاز نفسه. احيانا بتكون انت قاعد في المواصلات وزهقان وقرفان وداخل وعايز ترجع، اعمل التمرين ده وادعي لي وانت قاعد كده كده في العربيه، اكتب كده الهواء واستغفر ربنا في سرك طبعا يعني، او ممكن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس انا ما خرجتش هوا، تخيل ما خرجتش هوا، قمت نازل مره واحده، هتلاقي كده في انتعاش بيسموه ريفريشمنت. ادعو الله ان اكون قد وفقت، ولو في توصيل معلومه واحده. لا تبخلوا اخواني بالمشاركه الفيديو وترك كومنت والدعاء لنا ولكم، اي استفسار في اتركوه تحت في البتاع بتاعنا. وادعوكم ادعوكم هذه القناه، انا لست مالكها، مالكها واحد اسمه الدكتور ياسر الحريري. طبعا معانا في فريق العمل 5 انفار. دكتور ياسر طبعا ارباح القناه دي لا تذكر، دكتور ياسر بيدفع من جيبه للناس دي، حلو الكلام، بيدفع من جيبه للناس دول، لان القناه دي اللي اسمها فري كورسز مربوط معاها 3 مواقع، الناس بيشتغلوا في ال3 مواقع دول وبيدوهم اجورهم. فلا لا 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 بنعتمد، ما تفتكرش ان انا ان القناه عليها اعلانات، ان احنا مثلا يعني فطاحل زي شويه النصابين حسن شاكوش والناس العالم الفارغ اللي بيقدموا محتوى تافه دول فعلا. يعني حسن شاكوش جاي في الاغنيه 45 مليون جنيه، عارف يعني ايه فيديو واحد 45 مليون جنيه؟ ليه؟ لان هو بيستقطب فئه. اما احنا قناه فري كورسز كورسات تعليميه بتستقطب ايه؟ ما بتستقطبش حاجه، حتى الناس اللي بتيجي تتفرج بتكسل تعمل لايك. والله يعني شوف، انا في فئه انا عارفها والله، بيجي يتفرج على الفيديو بتاعي، اولا المحتوى بتاعنا لله الحمد قارنه بأي محتوى تاني، شوف ايهما احسن ومين اللي بيشرح بضمير. تيجي في الاخر تراجع على الفيديو مفيش، لا 2 3 بيعملوا لايك، وحتى يعني مكسلين يعملوا لايك ومكسلين يكتبوا كومنت. انا مش انا بناقص والله، لو واحد اللي يتفرج، انت عارف مبدئي لو واحد اللي يتفرج عليا دي حاجة عندي بالدنيا، ان واحد بس يتفرج ويدعي لي من قلبه. فعايز اقول لك ان الشاهد من ده ان الدكتور ياسر بيدفع من جيبه قناة وفريق العمل وفي مواقع تانية، فاهمني كلامك؟ ففي قناة اسمها من التراث الديني، ده خاصة بي انا اللي بعمل برفع التلاوات، فبدعوكم للانضمام. انا بدعوكم انا بقى رجاء بقى رجاء رجاء الجداوي رجاء الجداوي انك تنضم وتشارك هذا المحتوى من التراث الديني. عليها كل تسجيلات الاذاعه، واحنا بنحتاجها. الناس اللي بتحب عايزه تتعلم والمقامات والحاجات من دول، انتوا عندكم تراث يا جماعه، خلي بالكم. بس انتوا للاسف الشديد العرب سوري عرب مش عارف ايه. المهم ادعوكم للانضمام ليها. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم سمير محمد عبد الغني من القاهره. نسيت اقفل الفيديو، معلش معلش.